يوجد هنا داخل قسم العمليات بمستشفى العودة شمال قطاع غزة. هذا القسم الذي توقف عن العمل بشكل كامل وتم إلغاء جزء كبير من العمليات المجدولة خلال الأسبوع القادم. توقف هذا المستشفى نتيجة للحصار المفروض على شمال القطاع ومدينة غزة يأتي ضمن سياسة الاحتلال بتوقيف وشل عملية شلل لكل مناحي الحياة ولكل ما يستطيع المواطنون الصمود به. معنا الدكتور محمد صالحة مدير مستشفى العودة. دكتور محمد، ماذا يعني توقف قسم العمليات بمستشفى العودة؟ توقف قسم العمليات في مستشفى العودة تم إيقافه، سيتم إيقاف 46 عملية مجدولة بالإضافة لإيقاف العمليات الطارئة التي تأتي بشكل يومي. سيتم إيقاف تقديم خدمات العمليات للسيدات التي بحاجة إلى ولادة قيصرية، بالإضافة إلى أننا لن نستطيع تقديم أي خدمة متعلقة بجراحة العظام أو جراحة الجراحات العامة أو الجراحات الطارئة. نحن بالعادة إذا توقفنا نقوم بتحويل هذه الحالات إلى المستشفيات الحكومية بشمال قطاع غزة أو بغزة، ولكن أيضا المستشفيات الحكومية تم خروجها عن الخدمة يوم أمس. لا نعلم ماذا نفعل في هذا الأمر. التوقف الكامل لقسم العمليات داخل مستشفى العودة ينذر بتهديد يهدد حياة العديد من الجرحى في شمال قطاع غزة. سيتم بتر العديد من الأطراف لعدم تمكن الأطباء من إجراء عمليات جراحة العظام، تثبيت خارجي أو تثبيت داخلي للجرحى في شمال قطاع غزة. دكتور، كما نعلم أن مستشفى العودة على تواصل مع المؤسسات الدولية، هل تواصلتم في هذه الأوقات مع المؤسسات الدولية وماذا كانت النتائج؟ منذ بداية العدوان ونحن نتواصل مع شركائنا في منظمة الصحة العالمية وشركائنا مع منظمة الطب بلا حدود والعديد من الشركاء الدوليين لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات اللازمة لتشغيل المستشفى، بالإضافة لإمدادات السولار للمستشفى. عملوا على إجراء التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال هذه المساعدات الطبية والسولار، ولكن لم ينجحوا في إدخال أي لتر سولار أو أي حبة دواء أو أي من المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى. شكرا دكتور محمد. إذن توقف هذه الغرفة عن العمل ينذر بكارثة صحية ستصيب شمال القطاع. أيضا الأمور الأكثر تعقيدا أن المستشفى سيخرج بشكل كامل عن العمل خلال 48 ساعة القادمة بجميع أقسامه، من قسم الاستقبال وقسم النساء والولادة وكذلك قسم العيادات الخارجية. كل ما في هذا المستشفى سيكون خارج عن الخدمة خلال 48 ساعة القادمة، وبذلك تكون الأوضاع تزداد صعوبة وتزداد مأساوية على الأهالي في شمال القطاع. محمد أحمد من داخل مستشفى العودة شمال قطاع غزة لصالح قناة 3 عرب.